خليني ابتدي الاول قانونا. فكره ان بنت تتزوج دون سن الزواج عقوبتها على الاب ولا على المأذون اللي كتب الكتاب ولا على الزوج اللي وافق وقبل انه يتجوز طفله، يعني لم تكمل السن الشرعي او السن القانوني للزواج. خلي ده السؤال الاول. تمام، مبدئيا لازم من الاول نعرف ايه هو سن الزواج وايه هو السن القانوني عامه في الزواج. تمام. سن الزواج بيبدا من 18 سنه. 18 سنه؟ 18 سنه، يعني اقل من 18 سنه؟ لا 17 سنه مش سن زواج. تمام. 17 ونص مش سن زواج، سن الزواج 18 سنه. تمام. طيب، يعني يوم عقد القران تكون لازم ان شاء الله تكون يوميها اتمت 18 سنه في بطاقتها. 18 سنه. تمام. اللي هو الرقم القومي بطاقه بتاعتها. صح، اهم حاجه يكون عندها 18 سنه. تمام. طيب تمام، في هل ممكن يحصل زواج قبل ال 18؟ بيحصل، لان طبعا دلوقتي ممكن تطلع بطاقه رقم قومي من سن 15 سنه. فبيحصل، ممكن يبقى في عقد زواج. طيب دلوقتي موقف المأذون ايه؟ موقف الاب، موقف الزوج. القانون حدد عقوبه لكل من تجرأ على هذا الجرم. قانون الأحوال المدنية قال إيه؟ في المادة 3، مادة 31 مقرر. قال عامة اللي يفعل هذا الجرم يعاقب بالحبس سنة وغرامة حد أدنى 50,000 جنيه ل 200,000 جنيه، ده حد أقصى 200,000 جنيه. مين؟ كل من وقع عليه الزواج أو قام بهذا الفعل، إن كان المأذون أو الأب أو الزوج، قاموا بهذا الفعل وبعلمهم انها قاصر. يعني ممكن مثلا الزوج يقول لك انا ما اعرفش انها قاصر، فكده يبقى هو ما عليهوش ملامه. بالظبط، ان كان ذكرا او انثى او العكس، يعني ممكن الانثى اصلا تبقى عارفه ان جوزها ده قاصر وهي مش قاصر، ممكن يعني تبقى اكبر منه سنا. ايه ده؟ يعني هو القاصر دي انا كنت فاهمه ان القانون بس بيجرم ان ذكرا او انثى، البنت هي اللي تكون، لكن الولد عادي. لا، الولد لا كمان برضو. طبعا لو الولد قاصر ممكن تبقى الزوجه اكبر منه سنا، فممكن هو يبقى قاصر وهي عارفه ده. تمام. فطبعا بيقع عليها هي كمان نفس الجرم ونفس العقاب. مش يعني بس كده، القانون اتفضل كمان بيعزل من منصبه. اللي كان هو مثلا مأذون بيتشال من المنصب بتاعه، ان كان واصي او والي على الفتاه. مين الواصي او الوالي؟ الواصي طبعا الوالي اللي هو الاب، الولايه الطبيعيه جدا. تمام. اي فتاه قاصر الواصي، ممكن لو الاب مش موجود العم، ممكن العم، الاخ الاكبر منها سنا، فطبعا ده بيقع عليه نفس العقوبة. فطبعا القانون بيجرم. لا، بيجرمه طبعا، سواء كان هذا يعني السن ذكر او انثى. يعني انا معلومة بالنسبة لي قانونية جديدة، ان حتى الزواج دون السن كمان ذكر كان او انثى. ذكرا او انثى. تمام. فالقانون كان لازم يحدها قوي، لان الموضوع ده منتشر جدا في القرى والنجوع. أيوه. منتشر. أيوه. بشكل مش طبيعي. اول ما تتم 15 عملتي بطاقه، يلا خشي اتجوزي.